رح ننتقل لموضوع شاغل أغلبية الأهالي وشاغل العديد من الأشخاص، هو موضوع كيف الدفع للمدارس الخاصة وآلية الدفع، وهل هناك استرداد لبعض من رسوم الفصل الدراسي الثاني، النقل والمواصلات. ورح يكون معنا الأستاذ منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذي. الله يسلمك. صباح الخير، يعطيكم العافية، جهود مشكورة. يمكن زي ما حكيت كاثي موضوع مهم، الناس يمكن أغلبها حتى حضرتك يمكن قديش يوميا يأتيك اتصالات، وبدي أكد هون النقطة يعني من المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة ومن المواطنين. يعني اليوم إحنا عم نحكي عن حتى أصحاب المدارس الخاصة هم مواطنين، والمواطن أيضا يريد خدمة تعليمية ويريد أيضا وصول لنتائج هامة وإجابة على كافة استفساراته في الأسابيع الماضية، ولليوم هناك أسئلة واستفسارات عن المدارس الخاصة. في البداية، إلى أين وصلنا في موضوع المدارس الخاصة، ملف المدارس الخاصة، الطلاب، في موضوع زي ما حكيت في البداية الدفع، في موضوع الوصول إلى تسويات معينة حسب ما بنسمع بكل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، هل في هناك شيء جديد في البداية؟ تفضل سيدي. يعني أنا لمست خلال الفترة أو الظرف الحرج ما بعد 15/3 أنه أصبح القطاع التعليمي الخاص يعني هو لب الحدث، ومحور يعني الحديث، هو الحدث. يعني في قطاعات أخرى متضررة، لكن تعرف لأن القطاع التعليمي الخاص على مساس مع كثير من الأمور، على مساس وعلى احتكاك. إحنا حديثنا في الماضي والآن لا يعني إنه إحنا بدنا نضغط على أولياء الأمور أو يعني نحاول يعني نعطل يعني التعليم، لا لا بالعكس. يعني إحنا نشتغل من خلال أولياء الأمور، ومصلحتنا أن يكون ولي الأمر راضي. وللأمانة يعني أنا بحكي للأمانة إنه في بعض أولياء الأمور رغم الظروف المالية سددوا بعض الأقساط المدرسية، وللأمانة بعضهم يعني اتصل يعني مع كثير مدارس الخاصة على أساس إنه نظرة إلى ميسرة يعني لقدام شوي حتى الأمور تحسن. في نوع من التفاهمات، وفي بعض أولياء الأمور معطلين عن العمل، لا تسمح الظروف المالية، لأنه عنده أولويات اللي هي البيت والأسرة والتزامات البيت. إحنا متفقين في هذا الحكي، لكن إحنا في الجانب الآخر يفرض علينا على المدارس الخاصة أن تدفع رواتب للعاملين في المدارس الخاصة. العاملين في المدارس الخاصة وهم تحديدا الركز على المعلمين والمعلمات حقيقة التزموا بالدوام عن بعد وأبدعوا وساعدونا وساعدوا وزارة التربية والتعليم، وخرجنا بنوعا ما 90% نجاحا في موضوع التعلم على البعد. لكن التعلم على البعد بده سيولة. احنا السيولة الان مفقودة مثلنا مثل اي قطاع اخر. يعني احنا يوم نطالب بتعزيز، بدناش نقول دعم، بتعزيز او باقراض المدارس الخاصة حتى تفي بالتزاماتها، لا يعني ذلك انه احنا لهالدرجة يعني جشعين او كذا. قضية البنوك لم نوفق في قضية البنوك، لأن البنوك وضعونا كثير من العثرات. بعض البنوك طلب شروط مختلفة عن البنك الآخر، بعض البنوك أخذ حصته من البنك المركزي واستنفذها، وبعض البنوك لأنك لم تتعامل معه رفض يعطيك يعني، وبعض البنوك طلب ملاءة مالية وميزانيات وكذا. ودخلت وزارة التربية والتعليم في شروط معينة، فأصبح في تردد وفي إحباط عند أولياء عند أصحاب المدارس الخاصة. معروف يعني في المجتمع الأردني إحنا مداخيل تبعنا من أولياء الأمور، معروف هذا الحكي. وأنت يوم تحكي على عدد كبير من معلمين المدارس الخاصة والعاملين بال60,000 56,000 57,000، يعني إنه هذا حجم الرواتب الشهرية تصل إلى 40 إلى 44 مليون بما فيها اشتراكات الضمان. هذا الرقم بده يتحصل بدون دفع للناس. هذا في جانب. في جانب آخر، يعني أنا يوم بفتح مدرستي بعد هذا التعطل ألاقي فواتير الكهرباء ومية، مسقفات، المعارف، رخص المهن، لأن الحكومة لغاية اللحظة هاي لم تتخذ إجراء نحو المدرسة. اسمح لي مداخلة هون. هلا نحن من القسط المدرسي مقسوم على جزء منه رواتب المعلمين، جزء منه كهرباء ومي، وخلينا نحكي المدارس اللي لسه بتستخدم طبشور والواحي برضو جزء، أو الفولوماستر أو البورد الإلكتروني وإلى آخره. طب ما احنا فيش لا كهرباء ولا مي هلا، والأوراق مش عم نطبع، وفيش طابعات. طب احنا قللنا على المدارس هلا جزء معين من الدفع والرسوم من خلال الكهرباء والمي والى اخره، او الامور الروتينيه اللي كل يوم بتكون موجوده بالمدرسه. ليه ما كان هناك
يعني معادلة نوعا ما ترجع للأهالي هذا القسم أو هذا الجزء من الأقساط المدرسية. أنت بجوز أنت وجهة نظرك واحترمها. أنا لا أنا بناقش آراء الناس نظر. مش وجهة نظري وجهة آراء الناس. وجهة نظرك أو وجهة نظر الأهالي يعني أنا بحترمها، لكن إحنا بالمدارس الخاصة وأي شركة أي مؤسسة ما بتشتغل بالقطاعي، هي بتشتغل عمل مؤسسي يبدأ بداية عام دراسي وانتهاء عام. هذا في 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 مرة بيصير في خلل، مرة في يعني يعني الأخضر بوكل يابس واليابس بوكل الأخضر في هذا المعنى. فإحنا ما بنشتغل بهالطريقة هاي. احنا الان يوم نفتح مدارسنا نلاقي فاتوره الكهرباء ضعف الفاتوره وهي مطفيه وهي مطفيه وعندنا ادله وعندنا فواتير موجوده. يعني هلا هذا مش قضيه مش لا مش مش قضيه هلا في الاخير في هناك خطوات في انظمه راح تخليك جاوبها للسيدي وفي انظمه وفي قوانين على موضوع اللي انت بتحكي مضاعف. يعني اي واحد عنده مثلا بفاتوره كهرباء مي فيها اي مشكله في هناك بتقدر تشتكي وبتقدر توصل رساله. لكن انا اليوم هناك مدارس بتاخذ قسط الطالب بدايه السنه صحيح مش هيك؟ صحيح. يعني بفترض هيك مش بقول لك اوكي يعني هلا في مدارس وفي مدارس لا شهريه يعني معروف هذا الموضوع. يعني شو بنحكي بهذا المجال؟ يعني هل المدارس اللي بتاخذ اقساطها من بدايه السنه كمان دفعت رواتب المعلمين او مثلا في اليه معينه لاعاده اقساط او يعني النقاش اللي صار كنقابة أصحاب مدارس خاصة الأمور وين رايحة؟ يعني خلينا نوصل رسائل مهمة. أنا يعني كمان زي بالبداية وبعيد بكرر بهمنا مصلحة المواطن، بهمنا المعلم وهو أيضا بلاي مواطن وصاحب المدرسة وهو مواطن. يعني إحنا بهمنا الكل يكون يطلع زي ما بقول يشيل الحمل الثلاث والكل يكون يد واحدة للوصول إلى نقاط إيجابية مهمة. شو بنحكي بهذه الانتجاب؟ يعني أنا حكيت بيت حديث يعني إنه في عندنا مدارس نسبة حوالي 25-30-40% دفعت الرواتب عادية ما عندها مشكلة لأنه هاي زي ما تفضلت إما بتأخذها دفعة واحدة أو على قسطين أو على ثلاثة منضيف عليها التزام ولي الأمر بالتسديد منضيف عليها هذا شيء جيد. هلأ في مدارس اللي هي 60-65% وهذا كما أنا يعني طرحته على معالي وزير التربية والتعليم متعثرة تفاجأت بظرف معين عليها قروض عليها التزامات مر في صيانة يعني في عنده إشكالية. لا يعني أنا بدي أحمل العبء على ولي أمر الطالب لأنه ولي أمر الطالب برضو شريك معي في هالمشكلة شريك معي شايف. لكن إحنا بدنا بالحد الأدنى أن نؤمن مستحقات المعلم والمعلم بحد الأدنى بدنا. هلأ أترك الضمان بتراكم علينا قاعد والضريبة أنت عارف يعني بتتراكم علينا بس إحنا في عنا أولوياتنا. أولوياتي أنا كصاحب مدرسة أو كمدارس خاصة إني بدي هذا المعلم بده حقوقه مشان يستقر ومشان يظل معي أنا ما يتركني في السنة الثانية. فإحنا الآن في عنا إشكالية بالسيولة. هلأ مين بده يأمن هذه السيولة؟ ولي أمر الطالب. لا هلا احنا بنحكي كالتالي الضمان الاجتماعي. تمام. الضمان الاجتماعي يضع الانظمه والقوانين والتعليمات بما يتناسب مع مشروعه ليس بما يتناسب مع مشروع يعني مستحق يعني الضمان الاجتماعي ما هو ظل اجتماعي للأم. هلا في كثير من الشركات والمؤسسات حتى مش بالتعليم الخاص في كثير مؤسسات بقول له كيف بتاخذ راتبك وانت قاعد قال لي عن طريق الضمان الاجتماعي كنسبه تناسب ما بين صاحب العمل ما بين الضمان الاجتماعي. متفق معك ممتاز. طب يعني وين المشكله عند المدارس الخاصه في هذا الموضوع؟ اي معلم الان أي معلم مستمر في العمل عن بعد لا يجوز له أن يتقاضى أي دينار من الضمان إلا في حالة واحدة بدي توضحها. أيوة. إلا أن تنهي خدماته. إذا أنهيت خدماته لذلك الأمر الدفاع اللي صدر رقم 9 هذا الأخير حدد أنه أي معلم جدد عقده لثلاث سنوات متتالية شايف يعتبر عقده مجدد. هذا ليش؟ ما نبحث ليش هالفقرة هاي؟ لأنه إذا بدنا نعطل المعلمين عندنا في المدارس الخاصة معناته الضمان بده يدفع لهم بدل تعطل وما بيقدر الضمان. في الجانب الآخر قال أي شخص أو معلم أو لم يجدد عقده لثلاث سنوات من حق المدرسة أن تنهي خدماته. شوف المعادلة كيف عكست. هلا أنت لأنه أنت كمان كمدرسة أنت مقروءة إنه المعلم المميز اللي أنا جددت له معناته أنت بحاجته أنت جددت له كفاته وبدك إياه. أنا اليوم ليش المعلم عندنا بقعد 10 سنوات و15 سنة بيطلع ضمان؟ إحنا عندنا مدارس غالبيتها محترمة وغالبيتها تعرف حقوق الآخر، لكن في عندنا مدارس صغيرة أنا بحكي والمدارس الصغيرة بتعيش على شهري. هلا هذا مش مسؤوليتي ولا مسؤولية الوزارة. احنا الاصل كمدارس خاصة احنا ما بدنا نحط الجهة مسؤولية على الجهة، احنا هدفنا نحل الموضوع ونوصل بنتائج ايجابية. خليني اكون معك واضح. يعني احنا كمدارس خاصة
أنا بحكي للبعض منهم أنه يجب أن يكون عمله مؤسسي حلو ومبني على دراسة على جدوى اقتصادية مشان ما يتعثر في المستقبل. لكن ما بعد 15/3 هذا الموقف هذا الظرف الطارئ كل العالم عانى منه، وكل العالم أنهى كثير من العاملين وصلوا 30 و40 مليون. إحنا في الأردن للأمانة يعني تضررنا، وهناك قطاعات كمان تضررت أكثر منا، اللي هي مثلا الفندق اللي فيه 500 موظف مسكر وعنده 500 موظف، المطاعم كذا كذا. إحنا جزء من القطاع الاقتصادي في الأردن. إحنا عندنا مشكلة في السيولة. الطرف اللي كان يغذينا بالسيولة هو لي أمر الآن هو الثاني متعثر زينا زيه، فإحنا بدنا منقذ. هذا المنقذ الآن مفقود. رحنا على البنوك، نسبة اللي أخذوا البنوك 30% إلى 35%، نسبة اللي راحوا على الضمان تعثروا، يعني كل واحد على رأس العمل عن بعد ما إله ضمان إلا الشخص، يعني نظام اللي يوم فتحوا المنصة الضمان قال إنه المدرسة تدفع 20% من مجموع رواتب العاملين فيها، والضمان بدفع 165 دينار عن كل واحد متعطل. قدموا الناس للضمان الاجتماعي، تفاجأوا إنه الأمور ملخبطة. تحدثت عن هذا الموضوع، لكن في بعض المدارس أخذت رسومها أو أخذت جزء، حتى الأهالي بحكي لك إحنا ندفع عشان ما يقطعوش رزق المعلمين، وفي بعض المدارس تيجي تحكي لك أنا بدي أروح معلميني مع أنهم أخذوا الرواتب، وفي بعض المدارس أصلاً عم بيعطوا الحد الأدنى للراتب واقتطعوا منه 30% وعم بيهددوهم سيدي عاجبك عاجبك مش عاجبك روح روح. طب هون حق المعلمين مين بده يحفظه اللي صار لها 5 سنين و15 سنة؟ وبتعرف في بعض المعلمات حاطين أولادهم بمدارس خاصة عشان بياخذوا الخصم، خلينا نكون واقعيين. هلا روحوها، طبعا عندها ولدين وثلاثة، كيف بدهم هون ينحن؟ أنا لا يفهم من حديثي إني أنا بدافع عن المدارس الخاصة. أنا بحكي في واقع. طبعا. واقع الحال اختلف تماما عن قبل 15/3. طبعا. هذا الظرف الحرج يعني آذى الجميع. حتى هذا الحكومة يوم الحكومة يعني خطت خطوة نحو تقليل نفقاتها من حيث الرواتب من حيث الامتيازات، هي معذورة لأن الثانية هي ما عندها. إحنا نفس الشيء، ولي الأمر نفس الشيء. إحنا الآن ستي يعني الأطراف المتأثرة الكل من نعم الكل متأثر الكل يعني ما في أحد الآن يقول لك لا، بس قصدي هناك منصة أو كيف بدك نحفظ حق المعلم؟ أنا بهذا الموضوع بهذه الفترة إحنا حريصين أو حريصون على حفظ حقوق المعلم في الوضع الطبيعي. في الوضع الغير الطبيعي الكل بده يتحمل. أمامنا خيارات متعددة، يا بنطلب إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة وبصدر فيها قرار بحجز الأموال المنقولة وغير منقولة، والعاملين اللي عندنا هذول 40 50 60 في كل مدرسة بنتهوا خدماتهم، أو بدنا نوقف نفزع. احنا فاقد الشيء لا يعطي. امبارح كان في حلقه في قناه المملكه انه السيوله المشكله في السيوله، مش المشكله انه الاب متمنع، الاب مش متمنع، ولي الامر مش متمنع، هلا ما عنده سيوله. ممتاز، احنا خلينا متفقين جميعا انه الكل متاثر، حتى يعني الحكومه، حتى القطاع الخاص، حتى القطاع العام، وحتى المواطن. يعني هذا الظرف عالمي، حتى العالم كله تاثر بما بهذه الجائحه. هل في هناك مثلا طروحات افكار قدمتوها للجهات المعنيه او راح تقدموها في نقاش؟ يعني في شيء خلينا نطمن الناس لقدام ممكن يصير، ونطمن حتى اصحاب المدارس الخاصه والمواطنين. قدمنا يا سيدي، اي ولي امر حسب ظروف المالية عنده إمكانية ولو جزء يسير يدفع للمدرسة الخاصة، بلاش يدفع، يدفع رأسا دايركت للمعلم على حسابه، ما عندنا مشكلة. بالنسبة للالتزامات الأخرى بموضوع النقل والمنقل، هاي الفترة تعطل ما عندنا مشكلة فيها، يعني ما عندنا مشكلة. إحنا الآن يعني ما عندنا مشكلة، إحنا الآن بدنا إحنا نخرج من هذا المأزق بالتعاون مع ولي أمر الطالب ومع من الحكومة، إنه إحنا بدنا فزعة. هلا الفزعة إن بدنا نغير المفهوم إنه المدارس الخاصة زي ما حكى. هل أنت بتحكي فزعة لكل المدارس ولا المدارس اللي متأثرة؟ أنا بحكي للمتأثر، بحكيش للمدارس. مش كلياتنا متأثرين. ما هو هلا أنا كيف بدك تعرف إنه هذا متأثر أو غير متأثر؟ هلا الوزارة، وزارة التربية موجودة. يعني يعني الجهات الرسمية موجودة، والمدارس موجودة يعني في المملكة، يعني بتقدر تروح على أي مدرسة خاصة وشوف الواقع. يعني الآن شيء محزن جدا، محزن جدا تروح على مدرسة خاصة، علش سمحت لي، جدا تروح
عم تلاقيها كلها غبرة وكلها يعني مغلقة ومهجورة وكذا. والله هذا مؤلم جدا. هو مؤلم جدا، لا مش بإيد حدا هذا الموضوع، شغلة عالمية. هلا استاذ عشان ان نوضح الامور ونستغل الوقت بالشكل الصحيح، احنا اليوم انت ما شاء الله عليك لك الباع الطويل والخبره في هذا المجال وبنفس الوقت مطلع على اغلب المدارس، هل من المنطق او خلينا نحكي بدناش نعمم على كل المدارس، لكن مدارس بفتره شهرين هل الوضع الاقتصادي او البزنس تاعها او راس المال تاعها اللي تستثمر فيه بشهرين ممكن تنهار وتوقع؟ اجوا اها هلا مش كل المدارس. اثنين، في مدارس ماخذ قروض. يعني قبل في شهر تقريبا، في شهر اثنين جمع مجموعة اشتروا مدرسة خاصة كبيرة ودفعوا حوالي فيها في المليون أكثر من مليون، جاءت كورونا دمر وماخذ قروض. شهرين دمروا يعني بأثر فيهم شهرين. أخذ قروض وما فتح، يعني هو على أمل بده يفتح. يعني هو الآن غرق، يعني غرق هو وجماعته وراحت الفلوس وحالته حالة. إحنا بنحكي بدنا نضل موجودين كقطاع تعليمي خاص، أن يكون رديف للدولة، للمدارس الحكومية رديف ومساند ومساعد، ونعزز التعليم ونلبي رغبات جلالة الملك في تطوير التعليم. هذا القطاع التعليمي الخاص في الأردن من أكثر القطاعات المميزة في العالم العربي ككل، قطاع جيد، قطاع أيد عاملة بيعزز الاقتصاد يعني، وعنده يعني احنا يوم نستثمر في 1990 لغاية 2000 يوم قدمنا دراسة إلى منظمة التجارة العالمية كان احنا استثمرنا 1,700,000,000 في ذاك الوقت. احنا الآن مدارسنا كبيرة يعني نأخذ الآن يعني ما بدناش هذا القطاع ينهار. قطاع مهم، انت ما بدنا ينهار ونقول والله نحمل المسؤولية على ولي أمر الطالب. ولي أمر الطالب ما له علاقة في كل شيء، ولي أمر له دوره واضح، سجل ابنه ملتزم بالدفع، هل تعثر متفقين معه. طب خلينا ننتقل لموضوع التعليم الإلكتروني. يعني نحن شفنا بحكي لك أنا هالمدرسة أنا حاط هاي الرسوم على التعليم، يجوا الطلاب ويجوا المعلمين وأدفع الالتزامات اللي علي. أول سؤال بشقين، أول شيء هل نجح التعليم الإلكتروني من خلال المدارس الخاصة وكيف قيمتوها أنتوا بدراساتكم؟ الشق الثاني، هل إذا كان الله سمح الله استمرار للكورونا بالأردن بداية الفصل الدراسي الثاني، هل سيكون هناك تعليم إلكتروني وهل ستكون الرسوم كما هي عليه اليوم؟ لأنه في مدارس زادت. أنا يعني اتصلت مع وزير التربية والتعليم وأوضح لي، قال له أنه هذا بداية العام الدراسي يعني التعليم معلن في 1/9 تمام، لكن لم نتطرق إلى إن كان عن بعد أو عن قرب، ما تطرقنا إلى ذلك. تمام. التعليم الإلكتروني الآن كان مخرج لأزمة مؤقتة، شايف ما بنعرف هل يعود أو لا يعود. لكن التغذية الراجعة من بعض الأهالي إنه التعليم الإلكتروني بقول لك يعني بيأذينا من ناحية أسرية. ليه؟ إنه أنا بشتغل وزوجتي بتشتغل وما عندي ناس والطفل في البيت، هذا واحد. اثنين، بقول أنا بدي ابني قد يكون يعني بدي يتفاعل مع طلاب مهارات بيطلع ونشاطات يعني بيطلع من البيت للمدرسة في هالباص بلاقي حال رايح في رحلة، صحيح. بلاقي معلمي عنده، بصير عنده يوم جديد زي برنامجك يوم جديد، فيعني تثقل شخصيته عملية. يعني احنا في الحجر الآن، احنا مقعدنا، احنا صار في عندنا كثير من الأمراض، صار في عندنا كساح وصار في عندنا روماتيزم وصار في عندنا يعني زادت البدانة مبدئيا بعيدا عن كل هذا. استاذ يعني حتى يعني نوصل الرسائل ان شاء الله الإيجابية اللي فيها المصلحة العام للجميع. هلا فهمت من حضرتك يمكن موضوع ما ركزت عليه شوي، هل مثلا تدعو اولياء الامور اللي عليهم اقساط للمدارس تسويات يعني شو المطلوب؟ يعني انا مثلا عندي ايراء المدرسه مثلا علي 1000 دينار، ممكن يكون في تسويه تصير 500 600 حسب الاتفاق. لا خلينا زي ما بقولوا الكل متآذي، صح. بدنا نوصل للرسائل حتى نريح الناس، احنا هدفنا انه نوصل رسائل نريح الناس. شو المطلوب يعني شو يعمل ولي الامر؟ شقين. الشق الاول انه الحكومه بالنسبه لرخص المهن والغرامات والضمان وكذا، هذا اي غرامات على هذه الاموال تشطب، هذا واحد. يعني يسهلوا على المدارس. في المقابل ولي الأمر الطالب حسب ظروفه وحسب إمكانياته، إحنا نرجو ونتأمل وأعتقد هو مقتنع بحق المدرسة الخاصة، صحيح. إن توفر لديه ما يعزز القدرة المالية في المدارس الخاصة لدفع مستحقات العاملين، إحنا ما بدنا إشي.
وحكينا حتى في بعض المدارس الخاصة صار ولي الأمر يدفع لحساب المعلم في البنك، لأنه إحنا المعلم عندنا مهم يا أستاذي. يعني أنت بدك يروح على المدرسة ويعمل تسوية مع إذا عليه 1000 يدفعله مؤقتا 200-300 وأجر الباقي، ما عندنا مشكلة. يعني يعمل تسوية يضمن في أولياء الأمور يعني شارين المدرسة وشارين عطائها وشارين صحيح. إمكانياتها. شوف في أولياء الأمور ما بنقول من المدرسة، يعني إحنا جزء من المجتمع الأردني، احنا جزء مكمل. ولي الامر معنا شريك، والمعلم احنا اطراف العمليه. صحيح. إيه ولي الامر الطالب والاداره المدرسه. يعني وصلت رساله لولي الامر، وصلت رساله للجهات المعنيه. رقم اثنين، يعني نحن في المدارس الخاصه ملتزمين بانظمه وقوانين وزاره التربيه والتعليم وفلسفتها، لا بالعكس احنا بنطلب فزعتها بالطريقه التي تراها مناسبه حتى نخرج من هذا الظرف. طب استاذي، امبارح كنت عم بقرا على مواقع التواصل الاجتماعي التساؤلات والمشاكل الموجوده عند الناس. من بعض المشكلات كانت بحكي لك انا ابني مدرسة خاصة وبدي نقول له مدرسة حكومية مش قدرتي، وهي قاعد من الشغل بحكي للمدرسة انه انا هلا معي مبلغ معين خذوه وعطوني ملفه عشان بدي انقله. المدرسة لا مخليته ينقل الا بده كامل المبلغ، ولا قادر ينقل ابنه، ولا بدهم يشرفوه على الصف ولا يعطوه الشهادة. هون ايش هون يحل او ايش انا اعتقد انا اعتقد انا اعتقد انه هذا الاجراء يعني غير سليم. طبعا اولا في موضوع ملف الطالب موجود هذا البند في نظام التأسيس والترخيص اللي إحنا منطالب بإلغائه، لكن هو موجود ويجب أن تطبقه كل مدرسة خاصة. بمعنى إنه الطالب ليس له علاقة في موضوع العلاقة ما بينه وبين الولي، هذا الأمر محسوم. إحنا بنقول كالتالي، هلا مش كل أصحاب المدارس الخاصة على سوية في موضوع إدارة العمل المدرسي. يعني بتلاقي الواحد فيه عنده ضيق، يعني في واحد بتلاقي عنده انه متشنج، الناس بتطالبه يعني كذا. لكن انا بقول احنا من جود من الموجود. صحيح. تيسر هذا المبلغ بناخذه، ما في مشكله، ممكن نوقعكم بآلية حتى. يعني انا وجهه نظري، يعني انا وجهه نظري انا الآلية يضمن حقه فيه. انا وجهه نظري وهي دائما بحكيها انه المدارس الخاصه مثلها مثل اي شركات. لا يجوز اذا كان دخلي انا 100,000 يجب ان ياتي 100,000، بده يجي 90,000 لأنه في عندك بنسميه دمج، بنسميه خلل. يعني بده يجي 90,000، 90,000 بكفي هون. بس المبدأ إنه في بعض أولياء الأمور بدأ يعني يقفز عن المدرسة الخاصة بأنه التعليمات بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، فإحنا شجعنا الرأي العام جزء منه على المدرسة الخاصة. إحنا بدنا سياسة تعليمية خاصة واضحة تحدد فيها إجراءات التأسيس وإجراءات التعامل مع أولياء الأمور الطلبة. مثل ما بتضع أنظمة للآخر، ضع لنا أنظمة تحمي حقوقنا. ممتاز. يعني أنا بدي يمكن ننهي مع حضرتك، وإن شاء الله زي ما أنت حكيت الكل يعني تضرر. رسالة مهمة لأولياء الأمور، رسالة مهمة لأصحاب المدارس الخاصة، وإن شاء الله أيضا الجهات الرسمية الحكومية ما راح تقصر، لأنه إن شاء الله باللي بتقدر عليه والإشي اللي يسهل أيضا ديمومة هذا الاستثمار المهم جدا في الأردن وتعليم الأبناء. والقطاع الخاص أيضا ركيزة من الركائز الأساسية وهو الأساس في الاقتصاد أكيد، بالتعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص. هلا أنت حكيت إنه على الموضوع اللي قبل شوي إنه بعض الأولياء الأمور قفز وحكى أن الأنظمة والقوانين بتحكي هيك. هسه في كمان أنظمة وقوانين بتحكي أنه المدرسة الخاصة ما تستغني عن المعلمين بالطريقة الغير قانونية. وهي وانت وضحتها وحكيت فيها ما قبل وبعد. ما قبل ما عندنا مشكلة. إن شاء الله تكون الرسائل كلها وصلت. ما بعد كل القطاعات سلكت هذا الخط بالاستثناء بس تحت مظلة أوامر الدفاع والأنظمة والقوانين. ممتاز. أوكي. احنا بنشكرك، يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة مهمة قريبا. بنرجع زي أول، ونرجع وتكون الأمور ممتازة لما فيها مصلحة بالأساس التعليم والطالب، اللي إن شاء الله راح يكونوا بنات المستقبل، وإن شاء الله يكونوا مميزين في المستقبل لخدمة بلدنا. شكرا. كل شكر لحضورك معنا. العفو. الله يقويك.